أنا لا أعتقد أنه هذا غامض، لأنه الذي يعني ما نشر بالتويتر وبمواقع التواصل هي صور حية الحقيقة لاستهداف المضادات الإيرانية لجسم مسير، يعني يبدو أنها طائرة مسيرة استهدف هذا الموقع أكثر من يعني في هذا الشهر مرتين، وفي الشهر الفائت مرة 6 of April يعني. فأنا أعتقد أنه هذا الاستهداف حقيقي، أكده الناشطون الإيرانيون الحقيقة حينما نشروا الفيديو مؤكدين، يعني أنا سمعت باللغة الفارسية وهم يعني يذكرون تاريخ البارحة يعني. فهذا طبعا بحسب قراءتي هو حقيقة الاستهداف. أما أسباب وأهداف الاستهداف أنا أعتقد مرتبطة ببروفة، يعني بروفة تريد تعملها إسرائيل لإرسال رسائل إلى إيران بأن يعني استهداف المواقع العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري وب الجيش الإيراني اللي هي قاعدة أصفهان الحقيقة القريبة 100 كيلومتر عن نتنز، بأن المواقع النووية هي في مرمى الصواريخ أو المسيرات الإسرائيلية، وأن إسرائيل جادة بعمليات كسر العمق الجوي الإيراني واستهداف هذه المنطقة لأكثر من 3 مرات في شهر واحد. هذه الرسالة التي نقرأها، فأنا أجد أنه يعني نتائج هذه القراءة أستاذ أحمد أنه ما توقعناه أنا وجنابك مؤخرا أنه قد تقترب المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، ممكن جدا أن يتم استهداف المفاعل النووي بإيران. نعم.